هل التنظيف يوقف التفكير والقلق الزايد؟ أنا ما أجلس ثانية إلا وأفكر وأخلق سيناريوهات أبكي منها وعجزت أوقف مخي. حبيبتي حبيبتي أنتي، يعني مثلا كذا قبل النوم تقولين أوه واو فلان عزيز علي صار له حادث ومات وكذا، أوه واو دخل مستشفى، تقولين صحيحين يعني تصنعين قصة كذا بعدين تعيشين المأساة وكذا. طبعا خليني اقول لك انه يعني جسدك الفكري عنده برنامج، هو يمشي على البرنامج هذا، يعني هذا المطلوب منه انه هو يكمل البرنامج، لازم يسوي قصص عشان يكمل البرنامج. وين يصرف وين يصرف؟ لازم يصرف بهالطريقه، لازم يصرف يحط الافكار ويصرف هالطاقه هذه بهالطريقه. لذلك انت تقولين خلاص استوى مو صحيح، خلاص فكري بشيء ايجابي، فكري بيوم العرس، فكري بالفستان الأبيض، فكري بكذا، فكري يجي الحادث ويخرب الموضوع وتحاولين تقاومين كأنك في حرب، تجيبين هذا بس لأنه الجسد الفكري عنده برنامج فهو ماشي عليه، فما تقدرين تغيرين البرنامج. لذلك لما تقومين بالتنظيف أنت تغيرين كل القصة، كل البرنامج اللي انت تورطتي فيه هذه كلها ترمينه، تتخلصين منه وتبدأين بناء من جديد. فنعم التنظيف يغير كل هالشعور والورطة، ورطة الأفكار والمعتقدات اللي تضرك أكثر مما تنفعك. صديقتي تسأل تقول ليش إحنا بالرغم من تخلفنا مشاعرياً إلا أننا نركض وراء المشاعر لدرجة بعضنا يشتغلون سنين عشان يحصلون المال يعطيهم شعور جيد؟ لأنه هي كل القصة أصلاً كذا، لأنه هي كل التجربة قلناها وأظل أكررها، التجربة كلها قائمة على الشعور، كل التجربة اللي إحنا فيها هي تجربة مشاعرية، هو عشان إحنا نبغى نحس، فبالتالي إحنا نبغى نحس. قدرنا نحس زين زين، ما قدرنا نحس زين عطنا الشيء. أهم شيء نبغى نعيش، بين قوسين نحس، نبغى نحس. هذه هي صيغة البشر، وهم يكملون تجربتهم يبغون يحسون. اللي يقدر ويعني يشتغل وينظف ويرتب نفسه يقدر يحس إيجابي، واللي ما يقدر يقول خلاص هذا اللي يقدر عليه، هذه قدرتي، أهم شيء نعيش. شيني عايش أحس. صحيح ما قدرت أحس يعني مثل الناس اللي يحسون كويس، بس أحس، قاعد أحس معها. صديقتي تسأل ريم تقول هل كثرة الأمراض التي ليس لها أسباب طبية معينة دليل الحاجة للتنظيف؟ شوفي ريم، أنا مش طبيبة ولاني مؤهلة أني أقول لك يعني وش قصة الأمراض وكذا، لكن أنا أعرف يعني مختصة في الوعي إنه ما في شيء ما له سبب، ما في شيء ما له سبب. لكن في إنسان جاهل وفي إنسان عالم، في إنسان يشوف الصورة الصغيرة، في إنسان يشوف الصورة الأكبر. لذلك إذا فيه طبيب ما عرف سبب المرض، في طبيب ثاني يعرف. إذا الطبيب هذا ما عرف، في شخص ثاني يعرف، شخص ثالث، في رابع، في عاشر. ففي قانون كوني اسمه قانون السبب والنتيجة، ما في شيء يصير كذا يعني ما له سبب، ما له سبب، ما بس كذا. السؤال هل أنت يعني تسأليني إذا إنه كل الأمراض أنها هي يعني تعود أو التأثيرات الجسدية هي تعود لأسباب نفسية باعتبار أنه الجسد المشاعري هو القائد وهو المسيطر على الأجساد، فهو اللي يؤثر على الأجساد الأخرى؟ نفس السؤال اللي سألته صديقتنا أمس، قالت أنه الفكرة تجيب الشعور ولا الشعور يجيب الفكرة. أبغى أقول لك أنه في فلسفة، طبعاً لما تروحين عند الطبيب بيقول لك هذه تعبانة لأنه فيها سرطان، هذه نفسيتها تعبت لأنه فيها سرطان. طيب، ولما تروحين لشخص مثلا يمكن طبيب نفسي
يقول لك هذه يوم انها يعني مات زوجها ونفسيا تاثرت جالها سرطان. فهمتي؟ يعني كل واحد قاعد في زاويه ويعطي من رايه من الزاويه اللي هو فيها. ونرجع لقصه البيضه والدجاجه. انا اؤمن انه الكل يشتغل، اؤمن انك انت لما تاكل شيء تعبان يأثر على شعورك. اؤمن انه المادة لها قوانينها. اؤمن انه انا لما اكل اكل جيد يأثر على كيمياء جسمي ويأثر على كيمياء مخي ويأثر على درجة وعي. اؤمن اني انا لما اشعر بشعور جيد ايضا مؤثر على جسدي بشكل جيد، لانه في الدراسات العلميه يقال انه الان اظن رقم واحد او رقم اثنين في وفيات حول العالم اللي هو القلق اللي موت الناس. القلق شايلين هم، قلقين مرتبكين يموتون. طب معناها الجسد المشاعري بناء على هالدراسات هو اللي قاد الجسد المادي ودمر تدمر وسقط الجسد المشاعري، سقط الجسد المادي. أنا أشوف طبعاً هي كولكشن من الفلسفات والخيارات والمعتقدات اللي قدامك. أنا أشوف بشكل شخصي طبعاً هذا خياري في الحياة، إني أختار إني أنا أشوف كل الزاويتين وأستخدم كل الزاويتين. أنا أختار في الحياة المادية إني أحترم القوانين المادية، وأيضا أني أحترم سلطة المشاعر وقوتها وقيادتها لبقية الأجساد. بمعنى أني أنا أهتم في عالم الأمراض والأسباب والآثار وكل القوانين المادية، وهذا يأثر على هذا وهذا يسوي كذا، لها اعتبار أيضا. وبرضو أعرف أنه القلق موت، أعرف هذا وأدرك هذا، وأعرف أنه الإنسان اللي عنده شعور جيد ممكن يعني يعيش حياة طيبة وحياة جيدة وجسد صحي أكثر. فأنا أؤمن أنه التنظيف للجميع، فما بالك لما يكون الشخص عنده أزمة في الجسد المادي أو في الجسد الفكري أو في الجسد المشاعري. أؤمن أنه التنظيف للجميع، أنه الكل المفروض أن يقوم بتنظيف، لأنه طوال الوقت احنا عندنا مخلفات. لكن في شخص احوج من شخص، في شخص يعني في حاله حرجه لابد ينظف عاجلا عشان يعني يخلع الرداء القديم، خلاص في وضع مزري لابد انه يرمي النسخه هذه. الناس ما تستطيع انها ترمي النسخه بسهوله، لا، لابد انها تقوم بعمليه تنظيف خشنه زي ما نقول، موجعه وشويه ومؤلمه، انها تتخلص من هذا الجلد القديم. لذلك نعم، إذا كان شخص عنده أمراض أقول له نظف، مو قصدي أنه مرضك بيروح، هذه قصة تفهم فيها أنت مع طبيبك، لكن قصدي أنه مدام جسدك المادي يعني متضرر معناها أنت محتاج تعدل مشاعرك، لأنه بطبيعة الحال لما صرت مريض ارتبكت مشاعرك. فإحنا محتاجين المرض هذا له طاقة، محتاجين أكيد لما أنت مرضت شعرت بشعور سلبي، جيتك أفكار سلبية، جيتك مشاعر سلبية، جربت شعور أو معتقد جديد ما كنت جربته في حياتك، كل هذه كالكوعات، هذه كلها قصة مختلفة عن ذات المرض. يعني فكرة سلبية عن المرض، فكرتك مستقبلا عن مرضك، معتقداتك عن هذا المرض، شعورك عن المرض، عن المرضى، عن المستشفى، كل هذه قصة. هذه شيء غير أنه عندك مشكلة مباشرة في الجسد المادي. فكل هالقصص هذه أكيد يبغى لها تنظيف، أكيد يبغى لها تعديل وترتيب. وطبعا في كثير فلسفات تؤمن أنه أساس الأمراض مشاعر، وأنه يعني يرجعون كل مرض لأصل مشاعر. في فلسفات تؤمن بهذه الفكرة.